كذلك من أسباب نشر الإلحاد وجود الأشخاص أصحاب الألقاب العلمية الكبيرة والعظيمة الكاذبة الذين سخروا لنشر الإلحاد، وأخطر هؤلاء على الإطلاق الذين ينشرون الإلحاد تحت مسمى الإسلام أو مفكر إسلامي أو عالم إسلامي، ومن أشهرهم وأحذر منهم الدكتور عدنان إبراهيم. ده من أخطر الملاحدة اللي بيأصلوا للإلحاد وعامل فيها بيأصل الإلحاد من داخل الإسلام، وهو فلسطيني يقيم في النمسا في فيينا، موجود هناك ماسك له منبر، ما معروف في جامع ولا ما في. طيب عيسى بن مريم، قضية عقدية، عودة عيسى بن مريم، يعني أنت لا تصدق هذه الغيبية؟ لا أصدق بها لأنها مناقضة للقرآن الكريم بشكل واضح، وهي عقيدة نصرانية على فكرة. عودة عيسى عقيدة نصرانية، حتى اليهود يتبنونها، لكن على أنه الدجال الأنتي كرايست يعني، أو عدو المسيح هكذا. نحن لا نؤمن بهذه الفكرة أو بهذه الفرية لأنها تناقض كتاب الله. طيب ده اسمه الأسلوب التشكيكي، يشكك المسلمين في أصل إيمانهم وفي أصول دينهم، لأنه من أصل الإيمان الإيمان بالغيب. ربنا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب، الشيء الغائب عنك وأخبرك عنه القرآن أو أخبرك عنه النبي عليه الصلاة والسلام تؤمن به. ده من أعظم الإيمان، تؤمن بالشيء ما شفته تصديقا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيده بيطعن في هذه الأمور وهذه الثوابت وهذه الأصول. نزول عيسى بن مريم، ربنا سبحانه وتعالى قال وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة، يعني علامة على قرب الساعة، نزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك في السنة الصحيحة قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب أحد الرواة أتدري ما أمكم منكم؟ قال أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. وده في ورد الحديث ده على الشبهة اللي بيجيبوها ديل، على إنه يقول لك طيب عيسى نبي، كيف يجي بعد الرسول تاني والرسول محمد هو خاتم الأنبياء؟ هو ما جاي كنبي برسالة جديدة، هو جاي متابع لرسالة محمد. عشان كده قال في هذه الرواية قال وأمكم منكم، أي أمكم بكتاب ربكم القرآن وبسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ما جاي كنبي، جاي كشنو؟ جاي كمجدد وناشر وحاكم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن إيمانك بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر إنه عيسى جاي نازل، خلاص تؤمن. لكن الأسلوب ده أسلوب للتشكيك في أصول الإيمان حقتك بالله وبالغيب. مقطع رقم 5. نظرية التطور أفهمتنا أننا سلالة حيوانات، نحن مستلون من حيوانات مش أكثر من هذا، نحن والشمبانزي والبونوبو وبعدين الغوريلا أورانغوتان، هذه القردة الأفريقية أربعته، هي القردة الأفريقية، نحن كوزنز أولاد عمومة، لسنا إخوة، لسنا إخوة أكيد بلا شك، ولكن أولاد عمومة، لأن جدنا جد واحد مشترك، كومن أنسيستر، كومن أوريجين، أصل مشترك، جد مشترك، سلف مشترك، هذا هو الجد، تفرع منه برانش أو فرع وتفرع فرع آخر، هذا الفرع مثلا انتهى بالشمبانزي التشم، وهذا الفرع انتهى بالإنسان، فنحن أولاد عمومة، الشمبانزي ابن عمنا، الشمبانزي ابن عمنا، الشمبانزي ابن عمنا. ولكي أطمئن إخواننا التطوريين من أبناء المسلمين وغير المسيحيين وغير مسلمين مليين وغير مليين، أقول لهم أنا شخصيا إلى الآن عندي استعداد أن
توافق داروين والتطورين في 99% فيما ذهب. طيب في المقطعين ديل بيقول انه نحن والشمبانزي والقرود اصلنا واحد، لكن قال ما اخوان بس اولاد اعمام، يعني بس لفه باضانك وهنا وديك كذا بس لفه. نفس الموضوع بتاع شنو؟ بتاع الشيوعيين ديل، وده مفكر اسلامي. لاحظ ده ما بقول انا شيوعي ملحد كافر، ما بقول كده، بقول انا عالم ومفكر اسلامي. ديل الاخطر من ديل يا ناس، الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا زي اللي بيقول انا اسلامي ده وبيأصل للإلحاد ونظير الدارون للإلحادية، ده أخطر من ديل، لأنه ده عنده مسلمين بيسمعوا له. لما يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده مسلمين بيسمعوا له، وبالتالي حيقتنعوا بأفكاره الإلحادية دي، وده فكر إلحادي. إحنا كنا قرود يا قريت براك. طيب بعد ذاك زي ده زي نوع عدنان إبراهيم، ده كتار يا ناس، ما زول ده براو كتار، وقال اتفق مع داروين في 99% في النظرية. النظرية 100% كلها باطلة، كت باطلة، لأنه نحن أبونا آدم، أبونا ما قريت، وآدم خلق من تراب، بس ده الموضوع. لكن ما في قريت هنا في النص، ما في ولا بهنا ولا بهنا، آخر وأول واحد آدم، نحن أولاده، بس ده الموضوع كله. وأمنا حواء ما كان في شمبانزي، ده ناس كذابين. الغرض من الكلام ده يا جماعة إنكار الآيات الجات في هذا الكلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، دلدر ينكروا هذه الآيات، لكن بأصلوا لها من داخل مسمى الإسلام، وديل أخطر الملاحدة. كذلك رجل آخر أخصه بالتحذير منه، اسمه منصور كيالي، ده خطير جدا برضه، بأصل الإلحاد وينكر الغيبيات وينكر المسلمات وأصول الدين بمسمى الدين وبمسمى مفكر إسلامي. مقطع رقم 6. عذاب القبر لم أنكره، القرآن أنكره، ما أنا. إذا الله يستغرب من طلب الكفار، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أفبعذابنا يستعجلون. بيقول إنه عذاب القبر أنا ما أنكرت القرآن أنكره، أنكر عذاب القبر، وده من صميم الإيمان، تؤمن به إنه في عذاب ونعيم في القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن عذاب القبر حق. وقال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ربنا ذكر لآل فرعون عذابين في دارين من الدور، والدور ثلاثة أصلاً: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة، وهي تابعة في أحكام للآخرة. طيب ربنا في الآية دي ذكر عذاب في دارين اثنين، لأنه الدنيا فرعون وآله ماتوا، طلعوا من الدنيا، الدار الأولى طلعوا منها. قال عندهم عذاب في دار: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الآن يعرضون الآن. وذكر عذاب لهم ثاني في الدار الثالثة الأخيرة: ويوم تقوم الساعة، يوم القيامة بعدين، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عذاب القيامة ده عرفناه، والدنيا الدار الأولى مرقوا منا، والقيامة لسه ما جات. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دي وين؟ نسألهم وين كانت؟ وين؟ ما الدور ثلاثة في الكتاب والسنة وعند العقلاء. أها، الله قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال الله تعالى: الناس اللي بيقولوا أنا ما بصدق السنة، بصدق القرآن بس، أنت لا بصدق السنة ولا القرآن. ليه؟ لأن القرآن قال صدقوا السنة. قال تعالى في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول. طيب الرسول قال في عذاب قبر، اللي بيكذب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كذب القرآن لما قال فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب لكن ده قصدهم يا جماعة التشكيك في ثوابت وأصول وأساس الإيمان وأساس الدين.